الشاهد الخامس عشر، الشاهد القرآني الخامس عشر، الإمام المستضعف الوارث. قال الله تعالى في سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. القصص. أقول المعنى واضح في التمكين للمستضعفين وإمام المستضعفين عليه الصلاة والتسليم، فمتى يحصل هذا التمكين وعلى يد من؟ ولا يخفى عليكم أن فرعون وهامان وجنودهما قد ماتوا قبل التمكين، بل حتى قبل التمكين المحدود الذي حصل لاحقا وحكم فيه أنبياء وملوك بني إسرائيل. فمتى سيشهد ويرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون منه من نصر الله المستضعفين أو للمستضعفين وتمكينهم في الأرض؟ فمتى سيشهد ويرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون منه من نصر الله المستضعفين وتمكينهم في الأرض؟ متى يحصل هذا؟ لا يوجد جواب إلا بالقول برجعة فرعون وهامان وجنود فرعون وهامان حتى يشهدوا التمكين، حتى يشهدوا النصر والفتح القريب، حتى يشهدوا ما كانوا منه يحذرون.